صباح الخير لك آدم، صباح الخير لكل مشاهدي تلفزيون جديد. مثل كل يوم نحن عم نقوم بجولة على مختلف المراكز التي تستقبل النازحين من مختلف الأراضي اللبنانية. اليوم موجودة حاليا بهاللحظات بمدرسة بعبدة الرسمية، حيث موجود حوالي 255 شخص. أكيد افترشوا الغرف، موجودين هن وعائلاتهم، ولكن آدم يعني من خلال أحاديثي الجانبية معهم تبين لي أنه كل ما يريد هؤلاء الأشخاص هو العودة الآمنة إلى منازلهم، علما أنه كل شيء مؤمن هنا في هذه المدرسة. دائما ما يطلبون، كل يوم هناك طلبات للأهالي للأولاد، يعني هناك أكثر من 6 ولادات حصلت من لحظة وصول العائلات إلى هذه المدرسة حتى هذه اللحظة، ولكن كل ما يمكن أن يتوفر موجود، ولكن الأغلبية الساحقة تقول أنها تريد العودة الآمنة إلى منازلها، حتى أن البعض منهم إذا كان بيته بالضاحية كان عم يلجأ إلى المنزل يمكن يقوم ببعض الأعمال المنزلية ويعود إلى هذه المدرسة لاحقا. إلى جانبي أحدى النازحات، يعطيك ألف عافية. حضرتك من وين؟ أنا من جنوب مركبة. أدي إليك بالمدرسة؟ من أول ما بلشت الحرب هون تقريبا نهار الثلاثة جينا. لما تركتي البيت كان في قصف حواليك؟ مظبوط، احنا بس سمعنا القصف اللي صار بالضاحي دغري طلعنا، انا سكان الضاحي. هل كان في مشاهد حواليكم انتم تركين الطريق؟ هل كان في اشياء يعني خاصة انه معك اطفال؟ لا، بس عجقة الناس كثير، يعني كانت منا بعيدة كثير الطريق، بس اخذت وقت مدوبل كثير. اليوم كيف الإقامة بهيدي المدرسة؟ هل كل طلباتكم مؤمنة؟ هل في شيء انتم بحاجة له؟ يعني الحمد لله الأشياء اللي ما بنتوقعها مأمنين لنا إياها، مش حرمينا من شيء. عندنا أكثر من حد عم يأمن لنا، من التيار الوطني الحر، من حزب الله، عم يطمنوا عنا كل يوم والتاني شو منعوز، حتى الدكتور بيجي بيفحصنا، أي شيء دواء منعوزه موجود، الأكل، الأدوات التنظيف، المي، كل شيء، حتى في أفراد من سكان المنطقة. ناس غريبة من السكان، بس أكتر شيء إنه التيار الوطني الحر وأمن الدولة ما بننساه أكيد، والحزب، وما حرمينا من شيء أبدا الحمد لله. شكرا لك أيضا إحدى النازحات إلى جانبي. حضرتك من وين؟ من ماس الجبل، من الجنوب، وسكان الضاحية. خبرينا كيف تركت الضاحية، يعني هل تركتيها بشكل يعني على عجل، مش عاملة حساب، ما جبتي غراضك معك، عم تنزلي تطلي على البيت تعرفي شو صار تحت؟ صراحة كان نهار الجمعة وقت ضربت الحارة، ضرب المشؤومة، وقتها لما صارت هاي الضربة بسرعة يعني ما عرفنا كيف طلعنا بسياراتنا وطلعنا من هون. رجعت اجيت وقتها بالليل، ولما عملوا الحزام الناري كمان هني بالليل رجعوا كمان، فظهرنا من وقتها ما بقى شفت بيته. وما بتعرفي شي يعني؟ أبد. طيب اليوم في شيء بحاجة له؟ يعني الأيام عم بتطول ويمكن الطول أكثر من هيك بعد، هل في أي احتياجات خاصة أنتم بحاجة له؟ حتى نقول كمان لكل المشاهدين فيما لو هناك مساعدات توصلكم. لا الحمد لله، صراحة ما حدا عم بخلينا نعتز شيء كهون، نحن بمدرسة بعبدة كتيار وطني حر كحزب الله يعني كجمعيات، الحمد لله لا ما حدا عم بخلينا نحتاج شيء، كله عم يوصلنا، شو ما بنطلب عم بيلبونا. شكرا كثير لك. حضرتك تفضلي. حضرتك من وين؟ أنا من جنوب السكان الضاحي. كمان إليك مع السيدات وصلتوا بذات الوقت؟ نعم، جينا نهار التاني نحن لهون. رجعتي طليتي على البيت؟ لا والله ما عادش رحنا، بس في ناس عشان راحوا كمان نروح، بس في ناس راحوا قاموا كسفون بغارة فما عادش رحنا. كم ولد عندك؟ ثلاثة.